السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم طحال معمر. ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا طحال ديال البكري على هذا الشكل. هذا نقيتو وغسلتو وزودت الجلده اللي كتكون فيه فوقانيه ديالو. عندي هنايا بصله كبيره محكوكه، عندي قزبر ومعدنوس، عندي الرز مسلقته من قبل، نص كيلو ديال الكفته ومستعصى، عندي صوص باربيكيو وسوجا وزيت زيتون ملح سكينجبير قليل من الخرقوم الزعفران كيمون ابزار فلفل احمر، عندي جوج فصوص توم مبشورين، عندي نيج اربع بيضات مسلوقين. ندوز لطريقه التحضير. عندي اول حاجه غادي نحضر اناء اللي غادي نخلط فيه المكونات كاملين. غادي نوضع الكفته ديالي، غادي نزيد عليها الروز يعني اللي سلقته، يعني سلقته مزيان، وهنايا زدت عليه قزبر ومعدنوس، غادي نزيد عليها بصله كبيره اللي حكيتها، وغادي نزيد التوابل الملح، ملعقة سكينجبير، غادي نزيد عليها ملعقة ديال خرقوم كبيرة، وراس معلقة ديال الزعفران، غادي نزيد فلفل أحمر ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة مملوءة، غادي نزيد ملعقة صغيرة من الكيمون، وغادي نزيد نصف ملعقة صغيرة من الإبزار، وهنايا عندي جوج فصوص ديال الثوم مبشورين. غادي نزيد عليها زيت زيتون تقريبا يعني جوج معالق حتى ثلاثة معالق كبارين، غادي نزيد ملعقة كبيرة ديال مستعصى أو مطرد، غادي نزيد عليها معلقة كبيرة ديال صوص باربيكيو، وغادي نزيد معها جوج معالق كبارين ديال صوص ديال السوجا. دابا غادي نحرك المكونات مزيان حتى يتجانسوا لي المكونات مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا، ونتحصل على خليط يعني متجانس مع بعضه. بعد ما خلطتهم مزيان يعني كنتحصل على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز التمر ديال الطحال. هنايا غادي يعني انا باقي ما قطعتوش باش غادي نعمرو، بغيت نقطعو حتى لكم باش تشوفوا كيفاش، يعني ما نقدروش نقطعوه يعني كامل، خصنا نقطعو مثلا واحد يعني 3 سنتيم حتى 4 سنتيم باش نقدروا نعمرو، ومن الوسط ديالو خصنا ضروري نوصلوا السكين حتى للداخل ديالو باش يعني يتسهل علينا في التعمر. انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نفتح واحد الفتيحه اللي غادي نقدر نعمر فيها الكفته ديالي، يعني على هذا الشكل هذا كيف ما لاحظتوا في الصوره. دابا غادي نبقى نعمر فيه حتى نعمرو مزيان. بالنسبه للبيض غادي نبقى نعمر يعني غادي نوصل النص ديال التعمار، وغادي نحشي عاوتاني البيضه المسلوقه، عاوتاني غادي نعمر شويه ديال الحشوه، وغادي كل تعميره غادي نبقى ندخل فيها داك البيض اللي سلقت. المهم انتم مع الفيديو وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنعملها.
مهم انا غادي نعمر النص وغادي نكمل معكم باش ما يجيش فيديو طويل. هنايا مهم انا عمرته وخليتيني جوج ديال البيض باش نوريكم الطريقه ديالها. يعني دابا عمرت الحشوه وغادي نبقى نضغط عليها باش تدخل لي ديك الحشوه من الداخل باش يجينا الطحان ديالنا معمر مزيان والتعميره يعني في كل الجوانب غادي تكون. غادي دابا نعمر عاوتاني الحشوه ديالي بعد غادي ندخل عاوتاني البيض موراها. مهم يعني فيديو كيوضح كل شيء. صراحه كيجي لذيذ بزاف وكنتمنى تجربوه ان شاء الله. كيجي رائع وتقدروا يدي تحضروه وتنزلوه للضيوف ديالكم. المهم انا غادي نكمل في التعمير ديالو. بالنسبه لهذا الطحال هذا يعني كبير ضروري خصنا نقطعوه من جوج جهات، يعني قطعته من الجهه التحتانيه وجهه الفوقانيه، يعني جوج ديال الفتحات اللي عملتلهم. دابا غادي ندوز باش يسهلنا في التعمير ديالنا باش يجينا سهل. دابا غادي ندوز للجهه الفوقانيه غادي نبقى نضغط حتى نعمر يعني الحشوه ديالي كامله. ودابا غادي نوضع داك البيض عاوتاني بحال اللي قلت لكم، يعني باش ملي كنجيو نقطعو كيجينا واحد المنظر مزيون بزاف وحتى في المذاق. المهم كنضغط على هذا الشكل هذا وغادي نكمل التعمير ديالي، وانتوما يعني كتلاحظوا كيفاش يعني كنمشي معاه. بالنسبه لهاد القطعات اللي تقطعوا لي في الوسط غادي ماشي مشكل، يعني هانيه يعني كنعملوا لها الخيط، كنخيطوها بالليبره والخيط او الباليو. من الاحسن يعني بالليبره والخيط لان الباليو كيبقى يقطع لنا الحيمه ديالنا، يعني من الاحسن الليبره والخيط، يعني كتجمع لنا اللحم وما كتخليهاش يتفزر. المهم انا هنايا ساليت غادي نحاول نضغط باش ديك الحشوه نوضعها في يعني في جميع الاماكن باش كتجينا الحشوه متساويه. ودابا غادي ندوز باش غادي نخيط الطحال ديالي، يعني كما كتلاحظوا يعني جبت الليبره والخيط وغادي نبقى نجمع الجوانب مع بعضياتهم وغادي نخيط. يعني طريقة سهلة وأي وحدة تقدر تتحضر في المنزل ديالو. كيف ما كتلاحظوا ساليت من الخياطة ديال الطحان. دابا غادي نوضعها في البلاطو اللي غادي ندخلو من الفرن. هنايا وضعت عليه كاغ ديال الزبده، غادي نوضع فوق منه الطحان، غادي نحاول نوضعو غير شويه باش ما يتقطعناش، وغادي نلوي عليه داك كاغ ديال الزبده على هذا الشكل هذا باش يطيب معنا بسرعه. وغادي نزيد نلف عليه واحد من فوق باش ما يخليش يعني جهه طيب وجهه لا، يعني على هذا الشكل هذا. هنايا مسخنا الفرن ديالي على درجه الحراره عاليه، يعني مده الطهي ما تاتش معايا بزاف، تقريبا نصف ساعه. مهم هنايا غادي ندخلو ونطلقو بعد ما طيب. هنايا البنات غادي نرفقها بالبيضة مشوية في الفرن. سلقتها يعني ماشي نص سلق، يعني قولوا يعني ربع ديال السلق، يعني غير سخنت الماء رميت فيها بطاطا عملت لها شوية ديال الملح وهزيتها من الماء. صافي يعني هادشي اللي كاين. وغادي نوضعها في البلاطو اللي غادي ندخلو للفرن وغادي نوضع لها التوابل. بالنسبة للتوابل انا هنايا وضعت لها قليل من الابزار وشويه ديال الملح، يعني توابل اللي بغيتو نتوما. غادي نزيد قليل من الزعتر، يعني كيجيو كتجي بطاطا رائعه، كتجي من السماء باللقمه والعشب كيجيو رائعين. هنايا عندي بصل يابس
تقريبا ملعقة صغيرة. غادي نزيد عليها شوية ديال الأزير، وهنا غادي نزيد نص ملعقة ديال الفلفل الأحمر، وشتيتو ديال السكينجبير، وغادي نخلط التوابل مع بعضياتو مزيان، وغادي نوضع على تقريبا 3 معالق ديال المعالق ديال زيت الزيتون. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان، بعد غادي ندخلها حتى هي من الفرن. بعد ما دخلت فيها العطريه مزيان كتجي على شكل هذا، وغادي ندخلها حتى هي من الفرن. هنايا عندي الفلفله حمراء وخضراء وصفراء، غادي نقطع الشرائح طويله، غادي نزول الزريعه، وحتى هي غادي نرافقها مع الطبق ديالي. غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا، دابا بيد من المسالس متقطع غادي نوضع المقله فوق النار، يعني سخنت مزيان. غادي نوضع معلقه ديال الزبده، غادي نخليها حتى تذوب مزيان، عاد غادي نوضع عليها الفلفل ديالي، يعني الملونه، يعني كتعطينا واحد المنظر رائع في الطبق ديالنا. يعني ما كانتش متواجده الالوان، كتكتفيو غير باللون يعني اللي عندكم، يعني فلفله خضراء يا حمراء يا صفراء، المهم يعني كتجي رائعه بزاف بهاد غير كنصوطيها. غادي نخليها حتى تصوطها مزيان بهاد الزبده، عاد غادي يعني ملي غادي تشوفوها طاحت مزيان، عاد غادي نزيد عليها الملح وشويه ديال الابزار فقط. دابا غادي نخليها حتى ترخاني مزيان، غادي نغطيها باش تعرق ودغيا تطيح، ما كتبقاش يعني فلفله واقفه كما كتعرفوا. صافي يعني هنايا كما كتلاحظوا هي بدات كترخى معايا، غادي نحركها غير شويه، يعني كما كتشوفوا المقله يعني عندي ناشفه غير بداك الليدام ديال الزبده. صافي يعني معلقه وحده، هنايا نسيت ما نقولكم شي معلقه كبيره ديال عصير الليمون او سيترون. غادي نوضع لها كما قلت لكم يعني قليل من الابزار والملح فقط، وغادي نخليها تزيد تصوطها شويه، وغادي نطفيها. يعني هنايا كتكون معنا طايبه، غير غادي نزيدها غير شويه وغادي نطفيها. المهم الفلفله ديالي البنات ها هي وجدت لي كما كتلاحظوها. صافي يعني زولتها من فوق النار. هنايا كما كتلاحظوا زينت الطبق ديالي شويه ديال الخس، الطحين ديالي ها هو وجد، الفريت كما كتلاحظوه كيجي واعر بزاف، ولا في المنظر ولا في المذاق حسن يعني من القلي ديال الزيت. ويعني كما كتعرفوا يعني الفريت كل شيء كتعجبوه، ولكن بقوة يعني الزيت اللي فيها وداك الشيء راه كتمرطنا بزاف. من الاحسن تجربوا هذه الطريقه هذه وغادي تعجبكم بزاف. مهم انا غادي ندوز هنايا نتزين الطبق ديالي. هنايا وضعت كما كتشوفوا يعني البطاطا اللي عملت معكم، هنايا غادي نوضع الفلفل اللي ملونين حتى هما على هذا الشكل هذا، يعني الطريقه ديال التزيين اختياريه، كل واحد كيفاش كيبغي يزين الطبق ديالو، كل واحد كيفاش كيبغي يختار التفصيل اولا البلاطو اللي غادي يوضع فيه، يعني كتبقى يعني كل واحد والذوق ديالو. انا عطيتكم هنايا كفكره على التعمر ديال الطحال وديال التزيين بطبيعه الحال. وهنايا نسيت ما وريتكم شي سلقت شويه ديال المكروني وضعت فيها المايونيز وشديتو ديال القزبر والمعدنوس، وحتى هو غادي نزين به الطبق ديالي.
وضعت نص ديال الطوماط ديجا قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي نوضع حتى في الجانب اخر. يعني الطبق ديالنا كيجي فيه الالوان وكيجي فيه منظر رائع بزاف. مهم بنات، الطبق ديالي ها هو كما كتشوفوه، يعني وجد معايا كما كتلاحظوا، يعني انتحر كيفاش كيجي محمر وكيجي لذيذ بزاف. يعني كما عملت وجدت معكم يعني الفريت الفلفله يعني كيف زينته. دابا غادي نقطع معكم انتحر، تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، صراحه كيجي واعر بزاف. كنتمنى تجربوه ان شاء الله، غادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي تجربوه. غادي نوريكم كيفاش كيجي داك الشكل ديال البيطه المسلوقه اللي عملت في وسط منها، كتعطيها واحد المنظر مزيون بزاف. وعاد يعني كتبدل المذاق كما كتلاحظوا، يعني كيجي واحد المنظر رائع. يعني الدوره ديال الطحال كتجي الدوره ديال الكفته، وعاد ديال الدوره ديال بياض البيض والاصفر يعني اللي كيكون في الوسط ديالو، يعني كيجي رائع بزاف كما كتلاحظوا. يعني الطبق كيشهي بزاف. ها هو كما لاحظتوا قطعته معكم هنايا باش تشوفوا مزيان. مهم بنات، يعني كنتمنى لينا الاعجاب ديالكم الطبق ديال اليوم، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم، وما تنساوش تخلي لي شي لايك وتعليق تكون مزيونه بحالكم. خليتكم على خير وصحه وراحه، وتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.